ليست هذه مجرد جدارية للفت الانتباه أو مزيجاً من ألوان تجذب الأنظار، إنها ببساطة ملخص من تراث تزخر به محافظة شبوة خلال مراحل مختلفة في لوحة واحدة تحمل اسم شبوة الحضارة. فكرتها كانت لإظهار التراث الشبواني وأيضا إظهار شخصيات جديدة ومبدعة وشابة وواعدة لا يعلم بها الناس. في سباق مع الزمن وخلال 8 أشهر أنجز فريق من فنانين تشكيليين هذا العمل لتولد أول وأكبر جدارية يزاح عنها الستار هنا وتوضع على واجهة المركز الثقافي في المحافظة. الجدارية التي جاءت برعاية مكتب الثقافة بمحافظة شبوة وكانت ضمن خطة عمل عليها المكتب منذ بداية العام، تهدف إلى إبراز الموروث الثقافي للمحافظة وتقديمه بصورة مبسطة لجيل اليوم بهدف التمسك بالهوية والتاريخ. طبعا الجدارية هي جدارية شبوة الحضارة، هي جدارية أراد منها مكتب الثقافة أن يضع شيئا من التراث الشبواني الذي هو بالأساس تراث غزير وكبير ويصعب أن يتم احتوائه في لوحة أو في جدارية واحدة. لدى مكتب الثقافة مشروع كبير وهو عدة جداريات، ليست جدارية واحدة. هنا ملبس المرأة ويظهر غطاء الرأس ويسمى الشبكة، وهي صناعة يدوية تقوم بحياكتها النساء. أما المبخرة فهي جزء من الحياة قديما وحديثا من حيث الشكل، تشير أيضا إلى أهمية البخور كمادة عطرية وتجارية هامة. حزام الجنبية أو الخنجر التراثي لدوره الوظيفي ومدلوله الرمزي، حيث وظف في اللوحة على شكل سور منيع في مقدمة المباني لأهمية الأسوار في المدن. العمارة والقصر ذو المفردات المعمارية المنفردة بخصوصية يتميز بها المجتمع الشبواني وهي العمارة الطينية. أما خلايا النحل والتي تمثل العسل، المنتج الشبواني بقيمته الاقتصادية والعلاجية. العمل على هذه الجدارية يعتمد على مجموعة مفردات ذات مرجعية اجتماعية وتاريخية وبيئية من حقب زمنية مختلفة، وزعت على مساحة اللوحة بشكل أفقي على مستوى النظر. شبوة الحضارة أول جدارية بهذا الحجم تم إزاحة الستار عنها في محافظة شبوة، إضافة لكونها تظهر جزءا من الثقافة والتاريخ الشبواني فهي تهدف إلى ربط جيل الحاضر بماضيه العريق وهويته المتأصلة. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.